يكون خطر كورونا أقل من خطر الكلمات على حياتنا. تأثير كورونا، كما نعرف أن كورونا أثر بالعالم بشكل كبير، أهم هذه التأثيرات اختصرتها في نقاط أساسية. بهذه النقاط راح أحاول أقارن بينها وبين الكلمات اللي هي تأثيرها أكثر بكثير من هذا المرض اللي دمر العالم. أغلقت جميع الأماكن الدينية السياحية وغيرها من الأماكن المهمة بالعالم، قد أغلقت بسبب كائن لا يرى. انهيار اقتصادي عالمي، وأيضا لم يفرق بين صغير وكبير. هذا المرض أصاب جميع طبقات المجتمع، حتى الذين في قصور مشيدة أصابهم هذا المرض. وأيضا أغلقت الكعبة، وهذا الحدث الكبير العالمي اللي صار، طرد المسلمون من الكعبة. كيف حصل هذا ولماذا حصل هذا؟ هذا الأمر يدعونا إلى التفكر والتأمل في هذه النقطة. وفوق كل هذه الأسباب هو أنه كائن لا يرى بالعين المجردة. كيف لكائن لا يرى بالعين المجردة أن يفعل كل هذا الفعل بالإنسان؟ ولهذا السبب هنا أقول أن الذنوب الصغيرة بالضبط تماما مثل فيروس كورونا، حيث لا نراها بالعين المجردة لكنها مدمرة لحياتنا، ولعلها أخطر من كورونا بكثير، مثل الكذب والسرقة والغيبة والنميمة والخداع والغش. وأهم هذا الشيء أنه أيضا لا ترى بالعين المجرد، مثل حال كورونا لا ترى بالعين لكنها تحطم المجتمعات بشكل كبير. وأساس الذنوب كلها هو الكذب. هذه الذنوب الصغيرة نستهين بها، لكن تأثيرها على حياتنا تأثير مدمر. لهذا السبب خلينا ننتبه من عدها. الكلمات، هل تشعر أحيانا بالملل؟ تشعر أحيانا بالراحة عندما تتحدث مع شخص، بينما تشعر بالتعاسة والضجر والقلق عندما تتكلم مع شخص آخر وتحاول الابتعاد عنه بكل الطرق. ولماذا بعض الأشخاص يجذبون إليهم؟ هل تشعر أحيانا بالتحفيز والنشاط عندما تشاهد برنامج تلفزيوني أو تقرأ كتاب معين، بينما تشعر بالألم والحزن والتعاسة عندما تقرأ كتاب أو تستمع إلى الأخبار المحزنة أو إلى شخص يتحدث أمور سلبية بشكل مستمر؟ إذا كنت هذه المشاعر تراودك بشكل مستمر، خليني أقول لك أن سبب التغيير بمشاعرنا وطريقة تفكيرنا هو تأثير الكلمات التي نتعامل معها. والأقصد بالتعامل مع الكلمات هو بالتحديد الكلمات التي نلفظها والكلمات التي نستمع لها ونكتبها أيضا ونقرأها. هذه الأمور الأساسية بتعاملنا مع الكلمات هي اللي تخلينا تتغير مشاعرنا من وقت لآخر، وتأثر على طريقة تفكيرنا وعلى طريقة اتخاذنا للقرارات. اللي باليوم الواحد كل إنسان يأخذ مجموعة كبيرة من القرارات، الكلمات هي اللي تأثر علينا وعلى قراراتنا وعلى لحظتنا وعلى مستقبلنا. راح أثبت لك كيف أن الكلمات لها تأثير كبير جدا بهذه التجربة البسيطة العملية التي سوف نقوم بها أنا وأنت. تجربة عملية، عندنا مجموعة من الكلمات. المجموعة الأولى سوف أقرأ عليك 10 كلمات. ما أريده منك هو أن تلاحظ مشاعرك أثناء استماعك لهذه الكلمات. بماذا تشعر؟ ركز معي الآن. سوف نبدأ بالمجموعة الأولى. ألم، حزن، جوع، مرض، قهر، سواد، ظلم، فشل، دمار، قلق. الآن ماذا تشعر؟ اكتب مشاعرك الآن. هل أنت مرتاح أم تعبان؟ اكتب مشاعرك بالتعليق، أو بإمكانك فقط ملاحظة مشاعرك. خلينا نأخذ المجموعة الأخرى اللي هي المجموعة الثانية، وأيضا سوي نفس الطريقة. لاحظ الآن التغير اللي راح يصير عندك عندما تستمع لهذه الكلمات. سعادة، نجاح، انتعاش، راحة، استرخاء، اطمئنان، سرور، فوز، مودة،
حب. سؤال: اكتب مشاعرك الآن، هل أنت مرتاح أم تعبان؟ بماذا تشعر؟ أكيد عرفت الإجابة الآن. خلاصة التجربة هو أن الكلمات مؤثرة بشكل مباشر على طريقة عيشنا وطريقة اتخاذنا القرارات وطريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين، مع الأطفال المحيطين بنا، مع كبار السن، ومع جميع طبقات الناس اللي نتعامل معهم يوميا. وهذا الشيء راح يأثر على حياتنا بشكل مباشر بهذه اللحظة وبالمستقبل أيضا. للكلمات تأثير كبير جدا على حياتنا، ولهذا السبب خليت بعض النقاط الأساسية اللي من خلالها نقدر نتعامل مع الكلمات بطريقة صحيحة. وعدنا بالدرجة الأولى أروع مثال بالكون هو خير الخلق نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث رحمة للعالمين وبعث ليتمم مكارم الأخلاق. لذا علينا باتباع أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطيب الكلام الذي كان يتعامل معه. ولهذا السبب لحد هذا اليوم الكثير من الناس مجرد تسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي تعشق هذا الشخص اللي فريد من نوعه. أولا أن نختار الكلمات التي نستخدمها مع أنفسنا والآخرين، نختار نوع الكلمات، نختار الأمور الإيجابية. وهذا الشيء ممكن نستعمله بالطريقة الآتية: أنه بدل ما أقول أنا تعبان أقول أنا أحتاج إلى الراحة، أنا كسول أو أنا مقصر في عملي نقول أنا أحتاج إلى التحسن في عملي. وهذا الشيء راح نترك الكلمات السلبية وراح نستخدم كلمات إيجابية، والكلمات الإيجابية بالنتيجة راح تعود علينا بصحة أفضل وبطريقة تفكير أفضل وبقرارات نختارها بحياتنا أفضل. وراح بهذه اللحظة أيضا تشعرنا بالسعادة لأن لها تأثير مباشر كما مر علينا قبل قليل بالتجربة على باللحظة كيف نشعر بهذه اللحظة. النقطة الثانية أن نكثر من الأدعية والآيات القرآنية والكلمات القرآنية في كلامنا اليومي، أن نستخدمها، نحاول نستمع لها بكثرة، نحاول نقترب على الأشخاص اللي يشعرون بالطمأنينة عندما نتحدث معهم باستخدام الكلمات من الأدعية والآيات القرآنية. أن نختار نوع الأشخاص الذين نريد أن نتعامل معهم عن قرب إلى قدر كبير. طبعا إحنا ما راح نستطيع أنه نحد من تعاملنا مع كل الناس لأن المجتمع بأشكال وأنواع من الأشخاص، لكن بشكل كبير خلينا الأشخاص المقربين نعتني باختيارهم وبطريقة تفكيرهم، وإذا كان عندهم بعض التقصيرات، وطبعا كل البشر عنده تقصيرات، نحاول نساعدهم بطريقة غير مباشرة أنه يغيرون من كلامهم معنا أو مع الآخرين. أيضا نختار نوع البرامج التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي. احنا العالم اللي عايشين به الآن الكثير عندنا من البرامج مخلوطة وما بيها رقابة، لهذا السبب تقع علينا المسؤولية احنا كأفراد ان نختار نوعية البرامج ونوعية الصفحات في التواصل الاجتماعي اللي نختار ان نقرأها ونتابعها بشكل عام. ولهذا السبب انت مسؤول عن نفسك، كما تختار اللقمة الجيدة لتأكلها اختار نوع الكلمات التي تقرأها وتستمع لها. لهذا السبب البرامج التلفزيونية لها تأثير كبير على سعادتنا أو تعاستنا. خلينا نختار الأمور الإيجابية اللي تجعلنا أفضل بشكل مستمر. والآن راح أترككم مع أروع محاضرة سمعتها حقيقة مع الأستاذ محمد القحطاني الذي حصل على الجائزة العالمية في الخطابة لعام 2015 اللي تتحدث عن قوة الكلمة وتأثيرها بحياة الإنسان. من أروع الخطاب استمع لها معي الآن. My friend Nasser, he loved his father, idealized his father. He would do anything to make him happy. But his father was the kind of person who was not easy to impress. And year after year, Nasser tried and his father was like, nah. First year in college, Nasser got straight A's. And he thought to himself, this is it. This what will finally make my dad proud. He picked up the phone. He called his dad. Dad, I got straight A's. Are you proud? Please tell me you're proud, father. Yeah, listen, son.
I'll have to call you back. I'm busy. I'm busy was the single sentence that broke the camel's back. And he started drinking, doing drugs, hanging out with the wrong crowd. Nasser, why? Why are you throwing your life away? If the one person in the world that I care about the most doesn't care, then why should I? And one evening I got the phone call. Nasser's in the emergency room, drug overdose. I rushed to that hospital. I saw him on that bed, and I saw that machine go beep, beep, beep. And I saw doctors try to bring him back to life. Clear! 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 It's clear that a single word could have saved this life. Words have power. Words are power. Words could be your power. You can change a life, inspire a nation, and make this world a beautiful place. Isn't that what we all wanted? Isn't that what we are all in this hall? Your mouth can spit venom, or it can mend a broken soul. Ladies and gentlemen, let that be our goal. فعلا كما قال الدكتور محمد القحطاني، الكلمة والفم قد ينفث سما وقد يجبر روحا مكسورة، وفي الكلمات قوة هائلة وجبارة قد تغير تاريخ أمم. لهذا السبب خلينا دائما نستخدم الكلمات الإيجابية ونركز على الأشخاص الإيجابيين اللي يتحدثون بطريقة إيجابية، وخلينا إحنا دائما نكون مصدر لإسعاد الآخرين ونتعلم من تجربة ناصر اللي يتحدث عنه الدكتور محمد القحطاني أيضا، ونتعامل مع الأشخاص المقربين إنه بأسلوب صحيح باستخدام كلمات جيدة حتى نعيش أسعد ونسعد وتنزل علينا الرحمة أيضا، لأنه من يرحم في الأرض سوف يرحمه من في السماء. إلى هنا انتهينا الآن من هذه الحلقة أحبتي الكرام، أتمنى لكم التوفيق وحياة سعيدة وكريمة بالتوكل على الله. كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي.